إمداد، إمداده بمساعدة، تقديم المساعدة. دور، قف. دور، دور حول الشيء. لف. أبلة، أخت. أبلة بعض الدول العربية تستخدمها بمعنى معلم. تز، ملح. طز، نصب عربية بمعنى لا أهتم بشيء. مسافر، ضيف. مسافر، مسافر إلى بلد آخر. مجادلة، قتال، كفاح. مجادلة، نقاش، حديث مطول لإظهار أنك على حق. بازار، يوم الأحد. بازار، يوم مفتوح للشراء.